ان شاء الله ما يشوف المكتب. طيب الجلسه مع الاطفال افضل من الجلسه مع كبار السن. اتفق اتفق عطني اتفق تتفق او تختلف؟ اتفق. الجلسة مع الأطفال أفضل من الجلسة مع كبار السن. والله في ناس هنا بعد. ليه حسين تتفق؟ حسن. حسن. مع عيال عدلوني ترى لا دحين ما قلت خليها أساميك. لا والله عادي عادي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني الشايب أحيانا ما يتحمل المزح وذا فتكون رسمي أكثر مع لكن مع الطفل تأخذ راحتك أكثر. يا عمري. يعني أنت تفضل جلسة مع الأطفال أفضل من كبار السن. زي ما جلس مع عبد الله انبسط. طيب ما اللي يختلف؟ أنا ليه؟ أختلف طالما أنا مستفيد منهم كثر ما أستفيده من الشيبان يعني أتوقع السؤال هذا يعني مثالي. أنا بصراحة توقعت الكل مع رأي لكن صدمت من زايد عندي رأي بس كابية أسلم ألا أتفق ليه؟ والشيبان كفار شوف كل واحد وشخصيته. حلو. انا اتفق اني اجلس مع الاطفال افضل من الشيبان لاني اقدر اغير في الاطفال هذول مني انا. شايب تستفيد فانا بجلس ابني فيهم لكن الشايب اخذ من الحياه ما كفى. طيب الشايب راح يقدر يغير فيك. صحيح. ايش؟ الشايب راح يقدر يغير فيك. يغير فيني انا؟ ايه يا سلام وانا اقدر اغير في الطفل. فانا على قياس السؤال هل انا افضل الاطفال على جلسه الشيبان؟ ايه انا افضل جلسه الاطفال لاني ابغى اغير فيهم ابني فيهم شيء حلو. هذه نقطه جدل ما اسلم. تختلف ليش؟ لأن البزارين أو صغار السن نستأنس معهم ونلعبهم وينسون صدورنا وكبار السن كذلك نستفيد منهم ونتعلم كل أبوهم والله عينين في رأس. يا سلام عشان كذا أنا أختلف. عشان كذا الجواب أختلف. وش في النص؟ أختلف وأحب الاثنين. أحب الشيبان كبار السن ولا تعلمنا ولا تمرجلنا إلا منهم ومن مجالسهم وبالبزارين فضح كل وناسة وبراءتهم تسوى الدنيا وما فيها وسلامتك. سلم. صادق. سكيب. خلاص. طيب دقيقة. أتحداك إذا فهم جوابه. لا واضح جوابه. كيف؟ أتحداك إذا فهم جوابه. هو من. فهم جوابه. يفضل الشيبان جلسة معهم. أفضل من الأطفال. وش جوابك؟ نفس ما قال. طيب قول له والله. سعود أنت ما جاوبت صح؟ سعود وقف وعط الشباب حاجة يتفقون أو يختلفون فيها. طيب يا الربع ركزوا بالسؤال.